وصول إلى شباك المنافس بواسطة دريفل الذي كاد يفتتح مجال التهديف ليرد أبناء القبة بواسطة كرة ثابتة لم يكن لها كبير الخطر. عند الدقيقة 27 كاد نصر إثر تسديدة قوية أن يسكن الكرة في الزاوية البعيدة. نفس اللاعب نصري يتمكن من توقيع إصابة اللقاء لصالح الشبيبة إثر هجمة لصاحب الأرض حولها نصري إلى هدف جميل. حدث ذلك في الدقيقة 42 من المرحلة الأولى والفرحة أضفى عليها قائد الفريق زكريا بن حسين جو من نوع خاص، حي المسجل والزملاء، وكان قائدا للفريق سيدا للميدان ومنسقا بين الدفاع والهجوم. شبيبة سكيكتا واصلت الضغط وكادت أن تسجل الهدف القاتل في الوقت البارد من المرحلة الأولى التي انتهت بهدف دون رد لصالح الأبيض والأسود. المرحلة الثانية عاد فيها رائد القبة بقوة وأبان عن وجه طيب وروح وإرادة قوية للاعبيه الشبان الذين ضيعوا العديد من الفرص واستحقوا الاحترام والتقدير، فضيعوا فرص مرات ووقف دفاع روسيكادا صد مانع في مرات أخرى. لنعيش هذه المحاولة لشبيبة سكيكدا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. اللاعب قمرود راوغ توغل، هل سقط أم أسقط؟ لنتأكد نعرض الصورة بالعرض البطيء. ونهاية المباراة التي أدارها السيد بن جهان بلال في روح رياضية عالية، وعلامة الروح الرياضية واللعب النظيف تمنح للفريقين الاثنين. عن المباراة اليمين بوغرارة مدرب الشبيبة وعوامري عبد الغاني المدرب المساعد لرائد القبة في مزيد من التوضيح. العودة يعني تزامنت مع انتصار يعني وثاني نتيجة إيجابية. ما يخفالكش بلي ديك ليك يعني عملناه المقابلة الفارطة ضد اتحاد عنابة خارج ديار، وإن يعني عدنا بالتعادل لأن كان تعادل ثمين وكان الواقع تاعو إيجابي يعني في هذه المقابلة خاصة من الناحية المعنوية. وإن شفنا اللاعبين يعني لعبوا بروح قتالية كبيرة، كان في انضباط تكتيكي كبير أيضا يعني فوق أرضية الميدان خاصة في الشوط الثاني، وإن يعني عرفوا اللاعبين كيف يسيروا المقابلة. أولا فيما يخص الشوط الأول التفوق من جميع النواحي كان لرائد القبة، ما عدا الخطأ الفادح الفردي اللي ارتكبه اللاعب تاعنا اللي جاي رجع الكرة للحارس، تلقينا هدف. في الشوط الثاني درنا بعض التغييرات في الناحية الهجومية، كما يقولوا لاعبين ادوا ما عليهم داروا مقابلة بطولية، الله غالب ما كتبش المكتوب باش نربحوا، نهنا فريق شبيبة سكيكدا على الفوز، وحنا بربي ان شاء الله في المقابلة الجاية نداركوا روحنا ان شاء الله.